السلام عليكم. باب طلاب الصف الخامس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم هو حل مناقشة سورة البلد. احنا اخذنا بالدرس السابق سورة البلد وقلنا سورة الحفظ من الآية الأولى لحد الآية العاشرة ومعاني الكلمات هم تحفظون الحد وهديناه النجدين. اليوم نجي نحل مناقشة السورة صفحة 84. نعدنا النقطة الأولى من المناقشة في هذه السورة مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنين الذين معه. كيف ذلك؟ ما بتلقون جوابها هنا. تقول في هذه السورة مواساة للمؤمنين الذين كانوا يعانون من الفقر والاضطهاد والتعذيب من طغاة قريش ولا سيما المستضعفين. هذا جواب النقطة الأولى من المناقشة. نعد النقطة الثانية. اذكر بعض أسماء المؤمنين الذين تعرضوا لأذى المشركين. تقول هنا باو ياسر وولده عمار وبلال وصهيب وحتى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. نعدنا النقطة الثالثة من المناقشة. ما العقبة وكيف يكون اجتيازها؟ ما العقبة وكيف يكون اجتيازها؟ بابا تقول هنا جواب النقطة الثالثة من المناقشة. تقول العقبة يوم القيامة ويوم القيامة العقبة واجتياز نار جهنم التي لا يتمكن من اجتيازها إلا من قام بأعمال الخير والصلاح ولا يجتازها إلا من احتق رقبة في سبيل الله تعالى، أي خلص عبدا مؤمنا من ذل العبودية واحتقه لوجه الله تعالى، أو من كان يطعم الطعام لليتامى من الأقرباء وغيرهم في أيام المجاعة والقحط، أو يطعم المساكين المتعبين شديدي الفقر والحاجة. النقطة الرابعة من المناقشة. هل يجتاز العقبة من كان كافرا لا يؤمن بالله حين يحتق عبدا مؤمنا ويطعم الطعام؟ بابا هنا يقول لابد أن يكون مؤمنا لأنه لا يقبل عمل من الأعمال بغير الإيمان بالله تعالى. هنا النقطة الخامسة. أي بلد أشارت إليه السورة ومن أقام فيه؟ البلد هنا يقصد به بابا مكة. البلد هو مكة وهي بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك بلد إبراهيم عليه السلام الذي اتخذ مكة بلدا لإقامته. هنا النقطة السادسة. ما الذي نفهمه من هذه السورة؟ ماذا نفهم من هذه السورة بابا هنا؟ هنا هذا صفحة 83. تقول نفهم من آيات هذه السورة الكريمة أن الحياة الدنيا مليئة بمن بالتعب والمشقة، وأن الراحة لا تتحقق إلا في يوم الآخرة حين يدخل المؤمنون جنات الله ويتنعموا بنعيمها. وتبين الآيات أن الله تعالى مطلع على أعمالنا وما تخفيه قلوبنا، وأن أهوال يوم القيامة والبعد عن نار جهنم لا يكون إلا بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله، وإطعام الطعام لليتامى والفقراء من المساكين وذوي القربى والتواصي بالرحمة والصبر بين المؤمنين. بابا تحضيركم، احنا أخذنا قلنا لكم حفظ السورة وقريناها ومعاني الكلمات الحد وهديناه النجدين. تحضيركم الآن هو شنو؟ تكتبون المعنى العام وأجوبة المناقشة تكتبونها بالدفتر وتحفظونها. تحفظون أجوبة المناقشة وتكتبونها بالدفتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.